مبروك. على بالك فيك. السلام عليكم. لا تردي السلام لتاخدي حق الكلام. وعليكم السلام. مبروك اخي. الله يبارك فيك. ان شاء الله. الواحد يفيق من على بكرة الصبح لحتى يشرب فنجان قهوة على رواق، يقوم بيجي قهوة شلون معمولة وشلون مساواية، حاطة ورد كمان؟ لا، قهوة سعدية ما عليها حكي. شبه القهوة؟ شو شبهها؟ أنت لسه ما دقتها، معك حق، عم قلك بتقرف، بتلعي النفس. رح قوم أعمل لك فنجان قهوة من تحدياتي غير شكل. لمي هدول. طولي بالك سيدي علي. أنا مطولة بالي، بس يا ترى هني بيطولوا باله؟ هني؟ مين هني؟ ما بالي سيدي. الله يخليك، بدي روح شوي لعند خالدي خانه. طيب بس لا تطولي. هلأ ذوق هالقهوة، القهوة غير شكل. لقيت حسيبة. شلون لقيت لي اياها؟ طيبة كتير. ان شاء الله ألف صحة وهنا. هي هي القهوة. شو ما لمت الصينية؟ إذا أنا ما حسن ترد عليها لأني استحيت من الحاج حمدان، هني ما رح يردوا عليها؟ هني؟ هني مين؟ هني جماعة البسم الله اللي كبت عليهم القهوة. يعني فكرك رح يسكتوا لها؟ ليش كبت عليهم القهوة؟ الله وكيلك وكانت عم تقلي قلبي. لا هي صبية وجاهلة، ما لها عرفانة شو عم تعمل. لازم اقعدي اتركيها، هل إذا شفت الأعمى طبه مالك أكرم من ربط مبعبع زحالة. سعدية سعدية صبية وجاهلة، حرام عليكي. حرام جلد عن عظمة يا حق. أوي. شو عم تتفرجي؟ تعي تحركي لمي ولا شوف. لا أنا ما بقرب عليهم. هلا ما حلي لك تعملي هالشيء اللي قدام البلوعة؟ شرفي أنت موسى اللي عنهم، تصطفي منك إله. عم اقول لك تحركي احسن لك. ها تحركي. مالي فاضيه. خير شبكه؟ ليش صوت فنطاني؟ حمدان تعال احكي لك. ابصر هي السماويه شو حاطط لي بالاكل لحتى لعت نفسي ورجعت ومدري شو صار لي وبطني وجاني. لا 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 حبيبتي سلام سلامتك سلامتك. خير خير بشو حاسه؟ لك بطني عم يجاني كثير. سلامتك حبيبتي سلامتك. هاتي لشوف، احكي لي شو صار معي. شو صار؟ حكيت لك قلت لك. سعدية شوفي الباب. حاضر. لك بتقول لك حاضر. قلي شوف شو بتعمل فيني بغيابك. بسيطة بسيطة، طولي بالي طولي بالي. اشربي مي. بسم الله الرحمن الرحيم. صحة صحة صحة. سلامتك. الله يسلمك. سلامتك حبيبتي. كثير موجود. خير خير. شوفي مثل ما انك شايفة، ابصر شو اكلي. راجع عند كل شي ببطنك. معلش معلش تعي قومي بشوف. قومي دوريني يمكن اخذي برد. لا 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 القصه مو قصه برد، القصه انه هي السماويه مدري شو حاطط لي بالاكل. اصلا من وقت ما فت على البيت وهي مو طايقتني والله يا حمدان. يا سعديه شو اللي صار؟ حاج حمدان والله هي ما صار شي، صدقني ما صار شي، بس هي ما عاد يعجبها العجب ولا الصيام برجر طول مو قاعده. اي ما بصير. قال له يا فرعون مين فرعونك؟ قال له ما في مين يرد. سعديه
شو خالدي شو في؟ رايح اجيب الدايق معزاب. دايق؟ وليش دايق؟ ان شاء الله خير. هلا شو اجى على بالك تشطفي؟ ما بعرف هيك اجى على بالي. كنتي فوتي له الزنجبيل اللي قالت عليه الدايق. حاضر هلا بس لحتى خلص فوت له الزنجبيل. الف الحمد لله الف الحمد لله منيح اللي عشت قلت لك اليوم. بشري حسيبي حبلي عم تحكي جد؟ الحمد لله الحمد والشكر لك يا رب. الحمد لله. تعي معزت هذا اللي كان ناقص. هلأ مين ما عاد توصل لراسه من هلأ ورايح لكان حتجيب له الصبي رح تساوي أبو عمر عن حقه حقيقي. ولي على قلبي عليك يا وسيلة خام متي بحرقة هالكلمة. لك وين زلمي؟ عم بتساوي خالدي يا خانو. لك ما عاد قدرت تتحمل. ما عم بتحمل يا خالدي يا خانو. لك منين طلعت لنا هاي؟ والله بدونك كنا مرتاحين. لك مرتو هاي مرتو وست البيت. مرتو وست البيت؟ لا حبيبتي هاي ركبته وركبت البيت كله. لك ما عاد حدا له كلمة غيرها. لك وين الحاج حمدان؟ وين اللي كانت تطليعة منه تخلي المرة توقف وهي عم ترجف وتخ بأرضها؟ وين الحاج حمدان اللي كان يخاف الله وما يحب الظلم؟ لك شو صار له؟ مشان الله شو صار له؟ طولي بالك طولي بالك جاهلة وصغيرة خديها بطولة البال. والله مو بإيدي يا خالدي يا خانو. 30 سنة إلي بهالبيت. من وقت اللي إجيت مع وسيلة خانو من 30 سنة ما حدا زعجني بكلمة واحدة. بس هي بتكرهني بتكرهني وما بتطيقني. ولو بإيدها كانت قلعتني من زمان. مشان الله قلي لي خالدي يا خانو لك شو أعمل بحالي شو أعمل؟ تعي عدي هون إذا بدك لأنه لا حيطلع بإيدك ولا بإيدي شي ما دام القاضي راضي. بقى روقي روقي الله يرضى عليك. شي بجنن شي بجنن شي بجنن يا ناس يا عالم. بوز ايديكم بوز رجلكم شو ساوي بحالي؟ لك انا مقطوعه بشجره وما في حدا. انت جايب لي القهوه؟ ومستعد جيب لك لبن العصفور بس تقومي بالسلامة وتجيبي لي عذر. الله يسلم ايديك يا شو؟ مو نازل على الدكان؟ معلوم نازل. مو لا اشرب القهوة معي؟ طيب بس لغسل وشي وجاي تلقى. فوت للقهوة بايده؟ يلعن ابو هالزمان اللي القلم فخات القرب. لك لا بنصبة سيوانها وسبع سكنة بالترب. لك ولي ولي عيونك تشوف يا وسيلة خانو مشوفة. الشيخ حمدان بقدره وجلاله مفوت لها لست الحسن والجمال القهوة بإيده على قط النوم تبعها. ايه لوين؟ ما قلنا لك ترتاحي؟ بدي شوف هاي المجنونة شو عم تبربر وتقول. سعديه؟ نعم. طلعي نطفي الفرنكة اللي فوق. لسه ما صار وقتها. شو يعني لسه ما صار وقتها؟ لشوف بس لخلص شغلي تحت بشوف اذا بقي معي وقت ببقى بطلع بظبطها. لتشوفي؟ ليش انت نسيانه شو بتشتغلي؟ طولي بالك حسيبة خانم طولي بالك. خانم؟ هلا هي خانم ووسيلة خانم بنت الأكابر خانم؟ سمعت بإذنك؟ سمعت بإذنك؟ هيك بدك يصير فيني؟ لك انتي نسيانة مين أنا؟ أنا رح ذكرك حبيبتي. أنا الآمرة الناهية بهذا البيت. أنا وحدي ست البيت فهمانة ولا لا؟ آخ على هالزمن آخ على هالزمن. يا ريتك يا حسيبة لا تركتي الجبل ولا أجيتي ولا تبهدلتي. يا ريتك متي قبل ما تشوفي هذا النهار. آه ما قلت لك الزعل ما بينا اسبين. ما بقدر ما بقدر ما بقدر. حمدان الله يوفقك بوس ايدك. يا انا يا هي المرأة هي حتموتني.
طولي بالك حسيبك. مالي مطولة بالي، مالي مطولة بالي، عم اقول لك افهم علي، يا انا يا هي المرة بعد البيت، وانت حلها من عندك. وانت الثانية شو مستنية؟ روحي. لك روحي من الوش هلا، روحي وبعدين بنحكي. روح؟ لوين؟ روحي لبيت خالدية. روحي وبعدين بنحكي.